السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي معايا في هذه الحلقة تاع اليوم. هذه الحلقة اللي طلبوا مني بزاف ديال الأخوات، يعني بالتكرار طلب بغاو وصفة، لأن كيف ما كتعرفوا كنطرح وصفات يوميا للزيادة في الوزن. بغاو وصفة فقط اللي تزيد لهم في بعض المناطق في الجسم ديالهم، خاصة الجزء السفلي. وكنصحكم أخواتي إلا بغيتوا ديروا بحال هذه الوصفات ف خاصكم وصفات للدهن، وصفات من خلطة ديال الزيوت بحال هذه اللي غنشارك معكم دابا. وصفة رائعة وخا فيها بزاف تاع الزيوت، انما كتعطي الفعالية ديالها خلال جوج ديال الاسابيع. اخواتي، قبل ما نبداو هذه الحلقة تاع اليوم، كنتمنى من الناس اللي كيزوروا قناة جرب حكم لاول مرة، كنتمنى منهم يشاركوا معنا على القناة ويضغطوا على الزر الاحمر باش يتوصلوا بوصفاتنا فضلا وليس بامر. ولا كانت قناتكم جرب حكم كتنال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليها بتشجيعات ومشاركه فيديوهاتها مع الاهل والاحباب، جزاكم الله خير. كيف ما قلت لكم اخواتي، رجعوا للوصفه. بالنسبه لهذه الوصفه تاع اليوم، فالمكونات ديالها ما حاضراش عندي، ولكن كيف ما يعني بعض الاخوات لحوا عليا انني نعطيهم وصفه، حبيت انني نشاركها معكم. ولكن تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير، وسمحوا لي الا غادي يكون شويه طويل. اللي بغى تستافد من الفيديو، بغى تستافد من الوصفه، راه غادي تصبر انها تبع معايا ونشرح لها الطريقه. بالنسبه الا بغيتي تزيدي في الجزء السفلي من الجسم ديالك او في اي منطقه ما بغيتيش تاخذي وصفه اللي تزيد لك في الجسم كامل في الوزن، بغيتي غير بعض المناطق، غادي نعطيك هذه الخلطه. هذه فيها 6 ديال الزيوت، 6 زيوت، يعني الثمن ديالها بسيط. هاد الزيوت هذه الثمن ديالها تاخذي قنينات عي صغار وتخلطيهم، فغادي تعطيك واحد الكميه كثيره غادي تستعمليها وغادي تكفاك وتفوتك ليه. يعني الا خديتي 6 قنينات صغار من هاد الزيوت غادي تعطيك واحد الكميه كبيره اللي يمكن لك تستعمليها وتكفاك. بالنسبه للزيت اللي حاضر معايا، اول زيت اللي ما غاديش تشريوه هو زيت الزيتون. زيت الزيتون غادي تاخذوه بنفس الكميه اللي غادي تاخذوا بها الزيوت الاخرى. تبعوا معايا اخواتي، اول زيت الزيتون، ثاني زيت الزعفران، ثالث زيت الصوجا، رابع زيت نوار الشمس، زيت نوار الشمس، خامس زيت الجزر، وسادس زيت كيف ما كتشاهدوا زيت الحلبة. 6 انواع من الزيوت ضروري تكون في هذه الخلطه هذه الا بغيتي تعطيك الوصفه نتائج رائعه. يعني هذه الوصفه هذه كونوا على يقين انها 100% كتعطي المفعول ديالها. نعاود لكم اخواتي الزيوت، اول زيت الزيتون، ثاني زيت الزعفران، زيت الصوجا، زيت نوار الشمس، زيت الجزر، وزيت الحلبة. هاد الزيوت هذه كامله كناخذوها بنسب متساويه، قنينات صغار. مثلا خدينا ناخذ معلقه كبيره من كل زيت ونخلطوها ونديروها في واحد القنينه ديال الزاج ونبداو نستعملوها. طريقه الاستعمال سهله، كل ليله قبل النوم نقوم بتنظيف المنطقه جيدا، ويا ريت نعرضوا ديك المنطقه لواحد درجه الحراره. الى عندكم منديل ساخن يمكن لكم تحطوه دافئ، ممكن تحطوه على المنطقه قبل ما تدهنوها. ولا ما عندكمش يمكن لكم تعملوا الحركه بحال هكا باش تسخنوا المنطقه وتدور فيها الدوره الدمويه جيدا. هذه الحركه كديروها قبل ما تبداو تدهنوا. وفاش غتبداو تدهنوا المنطقه، نديروا واحد المساج غير خفيف، يعني باش ما ناذيوش نفوسنا، نديروا مساج خفيف لمده ديال 5 ديال الدقائق، ونخليو هذيك الزيوت ليله كامله، وفي الصباح نمسحو. اللي بغات تمسح المنطقه تمسحها، اللي بغات تعوم يعني تدوش يمكن لكم تدوشوا. هاد الطريقه هذه كنتبعوها بشكل يومي، مره واحده قبل النوم غندهنوا هاد الزيوت هذه ونخليوها ليله كامله، وفي الصباح باذن الله كنمسحو المنطقه بمنديل او كندوشوا. قبل غادي ندير واحد المكون اخر. قبل النوم غتشربوا كاس ديال الحليب فيه مخلوط ديال اليانسون والشمر، مخلوط ديال حبه اليانسون والشمر، ناخذوا منهم يكونوا مطحونين ونخلطوهم، وناخذوا منهم معلقه صغيره مع كاس ديال الحليب. كاس ديال الحليب سخون مع حبه حلاوه، يعني حبه حلاوه والنافع، ونخلطوهم ويكونوا مطحونين، ونهزوا منهم معلقه صغيره ونديروها في كاس ديال الحليب ونشربوها اخواتي، فالرائعه يعني بحثوا على الشمر واليانسون الفوائد ديالو. هاد الطريقه هذه الا تبعتوها لمده جوج ديال الاسابيع، 100% غادي تزيدي في الوزن ديالك في المناطق معينه اللي بغيتي. كنتمنى اخواتي يعني تجربوا هاد الطريقه هذه. وبالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه من هاد الزيوت، يمكن لهم يغيروا الوصفه بوصفه اخرى،
بالنسبه لهاد الحلقه تاع اليوم اخواتي، اللي ما فهمت شي حاجه يمكن ليها تسول في التعاليق، وايضا الى عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم تشاركوه مع الاهل والاحباب وتشجعونا باش تزيد قناتكم جربكم تعطي المزيد، وما تنسوناش طبعا بالدعوات ديالكم. جزاكم الله خير، والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله عز وجل.